النادي الأهلي على المستوى الرياضي لديه بداية جديدة، لديه بداية في بطولة جديدة، بطولة مختلفة، تحدي مختلف. يمكن كان البعض بيتحدث عن أن نادي سان داونز لن يستكمل بطولة السوبر ليج أو لن يبدأ فيها، لأن هو ما كانش لسه خاض أي جولاتها نتيجة تعارضها، واستغل الناس الموقف وعشان تشوفه وعشان تعرفه. ثم جاء سان داونز اللي قال ان هو اجتمع مع الرابطه الخاصه بمسابقه الدوري في جنوب افريقيا، واكد ان هو مستمر في المسابقه. المسابقه يا جماعه اللي كالعاده النادي الاهلي بيحاول يكون في البدايات هو اللي ليه الرصيد الاسبق، هو اللي ليه التفوق، ومين يقدر يعني يكون اكتر من النادي الاهلي مرشح للبطوله دي. عندنا مباراة الأهلي القادمة يوم 20 أكتوبر يوم الجمعة المقبل إن شاء الله مع نادي سيمبا، مباراة صعبة في تنزانيا، مباراة هتكون مش بالسهلة في ظل فريق يعني ربما الأمور في كرة القدم دائما يعني العارف بأمور كرة القدم مش كل حاجة هي أرقام، ومش كل حاجة هي تسويق، ومش كل حاجة هو قيمة سوقية. أكيد دي أمور بتؤخذ في عين الاعتبار، ولكن لازم تحط كمان في عوامل، وده اللي بنشوفه في الكورة اللي دايما فيها مفاجآت وفيها استثناءات وفيها فرق لما بتتمتع بأفضلية بتعوض نقص حاجات تانية. فريق زي سيمبا على ملعبه طبعا قابلناه أكتر من مرة وشفنا إزاي بيكون فريق شرس. تاريخ مواجهتنا معاه مش التاريخ اللي فيه الأفضلية الكبيرة جدا أو التفوق الكاسح، وده بيدل إن فريق بيعرف يلعبك كويس. سيمبا كان معانا في أكتر مرة في المجموعة شفناه بيتصدر. سيمبا فريق عنده لاعبين جيدين، سيمبا فريق لازم تقدم ليه الاحترام عشان تبدأ بداية طليق بالفريق اللي بيسعى لحصد اللقب وحصد البطولة. وأكيد النادي الأهلي لو دخل أي بطولة واتحط اسمه على الورق فهو المرشح الأول بلا شك. بالتأكيد يا فارس، ودليل على قوة سيمبا أنه متواجد ضمن 8 فرق تم اختيارهم يعني حسب موقعهم الجغرافي وحسب تصنيفهم كمان في الاتحاد الافريقي، وبالتالي ده بيديك مؤشر عن قوه الفريق الفتره الاخيره. اضف الى ذلك الحشد الجماهيري اللي بيسعى ليه دايما نادي سيمبا خاصه في مواجهه النادي الاهلي، او ربما لاننا بنهتم بنادي سيمبا واخبار نادي سيمبا يعني لما يكون في متواجد معانا في اي مجموعه او في اي مباريات، فبنلاقي دايما قصه الحشد الجماهيري والحماس الرهيب جدا لدرجه ان انت لعبتهم في ظل ازمه بيعاني منها العالم كله وهي فيروس كورونا، وكان في 30,000 مشجع متواجدين داخل الاستاد. وطبعا يمكن فاز فريق سيمبا في المباراه دي بهدف لميكيسوني، ميكيسوني الذي لم يحقق النجاح مع النادي الاهلي ولكنه دائما وابدا يحقق النجاحات مع نادي سيمبا. نتمنى ان تتوقف هذه النجاحات ان شاء الله ويعبر النادي الاهلي الى الدور التالي في البطوله.